السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أنكم بأتم صحة وعافية. معكم معلمتكم منال صالح الغريب، معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي المتميزين معي في الصف السادس ابتدائي. طبعاً أنتم كبار، فأهلاً وسهلاً بكم معي في مادة لغتي للفصل الثاني. قوانين التعلم عن بعد أبنائي وبناتي، علي أن أختار المكان المناسب للتعلم عن بعد ويكون خالياً من الضجيج. معرفة جدول وأوقات التعلم المباشر، أجهز الكتاب وأدواتي التي أحتاجها، أستمع إلى درسي بتركيز، أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له. رسالة إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث، وذلك للتوجيه والإرشاد ومساعدة أبنائنا وبناتنا إذا لزم الأمر. عنوان الدرس: التمييز بين الأسماء والأفعال. مجال المستهدف هو المجال المعرفي، المجال المساند هي المهارات الاجتماعية. الهدف العام من الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على الأسماء والأفعال. الأهداف التدريسية الذي نسأل الله أن يوفقنا فيها: أولاً أن يذكر الطالب والطالبة الأسماء والأفعال، ثانياً أن يستخرج الطالب والطالبة الأسماء والأفعال، ثالثاً أن يربط الطالب والطالبة الصور بما تدل عليه من الأسماء والأفعال، رابعاً أن يفرق الطالب والطالبة بين الأسماء والأفعال. استراتيجية 1، 2، و3. قلنا أن الكلام يتكون، وجميع الكلام اللي احنا نتكلمه يتكون من ماذا؟ من حروف. شوفوا، من حروف. الكلام يتكون إذن 1 من حروف، ثانياً من فعل، فعل اللي هو ماذا؟ حدث يرتبط بالزمن، يدل على حدث مرتبط بالزمان. مثلاً المعلمة تشرح الدرس، تشرح الدرس أين؟ في الفصل. كذلك الكلام يتكون من الاسم، والاسم يدل على اسم شيء ما له علاقة بالزمن، يعني اسم الشيء هذا ما يتغير مع الزمن، ولا بعد شوي، ولا في المستقبل، ولا في الماضي، ولا الآن، خلاص الاسم ثابت لا يتغير. قراءة النص، من يساعدني في قراءة النص؟ إذا نستمع جميعنا بشكل جميل وفعال ونقرأ النص. عنوان النص، ها، من يقرأ لي عنوان النص؟ الفلاح الصغير. أحمد طفل مهذب مجتهد في دروسه، يطيع والديه وينام مبكرا كل يوم في الطريق. يسلم أحمد ويبتسم للجميع، وعند وصولهما للمزرعة يحرث أحمد الأرض مع والده ويقطف الفواكه والخضروات، وفي نهاية اليوم يعودان للمنزل سعيدين فرحين بالمحصول، ويطلب أحمد من والدته تجهيز طبق مليء بالفواكه. السؤال يقول رقم 1، ارسم سهماً بين الكلمة والصورة التي تناسبها. احنا قلنا ان الاسم ثابت ما يتغير. مزرعة، اين المزرعة؟ مزرعة هي اسم ام فعل؟ تعلمنا في دروسنا السابقة ما هي الاسماء وما هي الافعال، وتدربنا ايضا ابنائي وبناتي على التمييز والتفريق بينهما. مزرعة اسم ام فعل يا ترى؟ من يكتشف لنا؟ مزرعة، أي صورة هي المزرعة؟ 1 أم 2 أم 3؟ أين المزرعة؟
مزرعة. ثلاثة، ممتاز. إذا مزرعة ثلاثة دلت على ماذا؟ هل دل على حدث أم اسم لشيء؟ مزرعة. أحسنتم، إذا مزرعة هي اسم. قلنا الاسم يا أما يدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو مكان، مثل مزرعة، مزرعة مكان اسمها مزرعة. الآن فواكه، أين الفواكه؟ الفواكه اسم أم فعل؟ دل على حدث أم اسم لشيء؟ نعم اسم لشيء. طيب اسم لشيء، ما هو هذا الشيء؟ قبل أن نشاهد الصور، ماذا تعني فواكه؟ إذا قلت لكم أحضروا لي الفواكه، ماذا تحضرون لي؟ ما هي الفواكه؟ برتقال. أحسنتم، تفاح من الفواكه. ممتاز أبنائي وبناتي، إذن العنب من الفواكه. طيب خيار من الفواكه؟ لا. إذا أين الصورة التي فيها عنب وتفاح وبرتقال وكمثرى وما نسميه حنا مجموعة الفواكه هذه؟ أحسنتم، في صورة رقم واحد. ممتاز. طيب لو قلت لكم أين الخضروات؟ خضروات، ولن هي حدث أم اسم؟ فعل أم اسم؟ اسم. طيب اسم لماذا؟ أي صورة هي اسمها خضروات؟ أحسنتم، الصورة الثانية تحتوي على الطماطم، البصل، الثوم، الفلافل، الباذنجان، جزر. نسمي هذه مجموعة ماذا؟ اسمها مجموعة الخضروات. أحسنتم. نشاط رقم 2، سمي الصور واقرأ الكلمات التي أمامك. الصورة الأولى، من يسمي الصورة الأولى؟ أخبروني الآن. ليس فقط أنا أبغى تقرأ لي الصورة، ما رح نقول نسمي الصورة، رح نقول نقرأ الصورة ونعرف هي إيش، هل تدل على اسم أم فعل مرتبطة بحدث؟ الآن هذا ما هو؟ ولد. طيب هذا الولد ماذا كتب تحته؟ هيا نقرأ الصورة. فهد. فهد دل على اسم هذا الولد أم الفعل اللي يسويه والحدث اللي قاعد يسويه الآن؟ أحسنتم، اسم، يعني فهد نقول اسم. فهد اسم. طيب ما هذه الصورة؟ من يقرأ لي هذه الصورة ويعبر لي عنها؟ من جاء في الصورة؟ ها، فيه شيء صار في الصورة، حدث حصل في الصورة، ما هو هذا الحدث؟ يقطف. أحسنتم، هو يقطف. يقطف، طيب هي اسم أم فعل دلت على حدث أم اسم لشيء؟ ها، وش الشيء اللي اسمه هنا يقطف؟ في شيء اسمه يقطف؟ أحسنتم، ليس اسم وإنما حدث. الفعل اللي يفعله هذا الحين ماذا يفعل بيده؟ جلس يقطف الثمار الموجودة من الشجرة. إذن الحدث قلنا يتغير مع الزمن، الآن هو ماذا يفعل؟ يقطف. يقطف، أحسنتم. إذن يقطف عبارة عن ماذا؟ فعل. ممتاز. طيب من يقرأ لي هذه الصورة؟ ماذا تعبر لنا هذه الصورة؟ ما اسمها؟ من يقرأ لي عنوان الصورة؟ مزرعة. مزرعة، عنوان الصورة هذه مزرعة. مزرعة دلت على اسم هذا الشيء أم حدث حصل في هذه الصورة؟ هناك حدث وفعل حصل في هذه الصورة. ممتاز، دلت على اسم. إذن مزرعة اسم لهذا المكان. لما أحد يسألني أنت وين رايحة؟ ها؟ أقول لهم أنا وين رايحة؟ اسم المكان مزرعة، أنا رايحة اليوم للمزرعة. إذن أعطيتهم اسما للمكان. أما عندما أقول أنا أذهب، أذهب، فالفعل إني ماذا؟ أذهب. الصورة هنا، شاهدوا معي هذه الصورة، من يقرأ لي هذه الصورة ويعبر لي عنها؟ ماذا كتب تحت الصورة؟ يصحو.
الآن في هذا الدقيقة وفي هذا الزمن هذا الولد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذا الزمن؟ أحسنتم، يصحو. إذن إحنا قلنا أن الفعل مرتبط بالزمن، هل بيظل طول عمره كذا معلق؟ أحسنتم، لا. إذن بعد قليل ممكن يروح يغسل ويسوي أفعال أخرى. إذن يصحو هو فعل سواه الولد أم اسم لشيء؟ أحسنتم، إذن يصحو هو فعل. طيب خلنا نشوف الصورة الثانية، ماذا توجد في الصورة التي تليها؟ هذه الصورة، من يعبر لي ويقرأ اسم هذه الصورة؟ أحسنتم، في هذه الصورة هناك حركة ونشاط وحدث جالس يحدث، ما هو؟ يحرث. إذن يحرث بما أنه حدث ويرتبط بالزمن، إذن هو ماذا؟ فعل. إذن هو فعل، أحسنتم. طيب فواكه، فواكه حدث حصل، هل فواكه حدث أم اسم لشيء؟ لما أقول لكم فواكه على طول بيروح لبالكم مجموعة ماذا؟ أحسنتم، مجموعة الفواكه اللي هي البرتقال. يعني فواكه دلت لكم على اسم ولا على شيء جالس يصير وحدث؟ أحسنتم، إذن فواكه عبارة عن اسم. اسم يسلم، ما الحدث الموجود في هذه الصورة؟ هناك حدث مرتبط بالزمن، وإذا كان حدث ويرتبط بالزمن يصبح ماذا؟ فعل، ممتاز. إذن خضروات ماذا؟ نختم بخضروات، خضروات ماذا؟ تدل على ماذا؟ هل هي اسم لشيء أم فعل يحدث؟ ممتاز، اسم لشيء، إذن خضروات هي اسم، ممتاز. لعبة الذاكرة، مستعدين لها؟ الآن بعد أن اكتشفنا وقرأنا وفرقنا، أنا واثقة تماما بقدرتكم على الفوز في هذه اللعبة. مستعدين؟ يلا افتحوا عيونكم بقوة عشان ننتبه للصور. هيا انظروا جيدا، سوف تختفي هذه الصور. ظهرت لدي برتقال، أين كانت البرتقال يا ترى؟ في أي صندوق اختبأت؟ الأحمر أم الأخضر أم الأصفر أم الأزرق؟ ما رأيكم؟ في الأحمر؟ ماذا يختبئ في الأحمر يا ترى؟ ماوس. أين يختبئ البرتقال؟ هيا دلوني عليه باسمه، البرتقال أين؟ أحسنتم، في الأخضر، ممتاز، إجابة صحيحة. نشاطي الأخير، صل بين الأسماء وصورها. هناك أسماء، الصورة الأولى صورة ماذا؟ ولد، هل هو خضروات أم فواكه أم إبراهيم أم مزرعة؟ ما اسم هذا الشيء؟ هذا الولد ما اسمه؟ اسمه خضروات؟ ها؟ هل يكون له اسم خضروات أم فواكه أم إبراهيم أم مزرعة؟ أحسنتم، إبراهيم. طيب الصورة التالية صورة ماذا؟ هذا المكان ماذا نسميه؟ خضروات أم فواكه أم مزرعة؟ ماذا نسميه؟ مزرعة، صحيح. المجموعة التالية عبارة عن أناناس، من يرى ما؟ ماذا تشاهدون في الصورة؟ أناناس، وماذا؟ تفاح، ممتاز، وأيضا برتقال وكيوي وعنب. ما هذه؟ هل هي خضروات؟ هل هذه نسميها خضروات أم فواكه؟ فواكه، إجابة صحيحة. أخيرا تبقى لدي صورة ماذا؟ هذه المجموعة ماذا نسميها؟ اللي هي الطماطم، البصل، الفلافل والباذنجان، ماذا نسمي هذه المجموعة؟ خضروات، صحيح أبنائي وبناتي، ممتازين ورائعين.
إذن دائما تذكروا أن الاسم يدل على اسم لشيء ما يتغير أبدا، ثابت. أما الفعل هو حدث يرتبط بالزمن. الآن ماذا يحدث؟ أنا ماذا أفعل؟ أشرح. والآن أحسنتم، سكت. الحدث اللي حصل أنه ماذا؟ سكتت المعلمة. الفعل اللي فعلته سكت. إذن دائما الفعل هو حدث يتغير، يتعلق بالماضي ويتعلق، يتغير من الماضي إلى المضارع اللي هو الآن إلى في المستقبل. واستودعكم الله وألقاكم على خير بإذن الله. معلمتكم منال صالح الغريب.